ما الشخص يقدر يغير من شكله أو يوصل لشكل معين في حياته بيحس إنه عمل إنجاز. اكيد طبعا كنت داخل علشان لنفسك وستايل وكده. كنت أول حاجة كان عندي مشكلة مع النحافة، كنت ضعيف جدا، فكنت الأول كنت إنسان طويل شوية، فطولي كان 184 سنتي ووزني 60 59، كان موضوع صعب عليا شوية في المنظر. اكيد فأخدت طبعا قرار في المدرسة إن أنا عايز إن أنا أغير جسمي وأخلي شكلي أحلى. من كنت أتفرج على كرتون كتير والحاجات دي، فكنت بشوف الناس اللي عندها عضلات في الكرتون دي عايز أعمل زيها. فبدأت أتمرن في البيت شوية شوية، دخلت الجيم، بدأت من أول ثانوية عامة، وبعدين لقيت نفسي حبيت المجال أكتر، تعلقت بيه أكتر، وبدأت أنا أوظف وقتي كله ودراستي كلها إن أنا عايز أكون مدرب شاطر وأقدر إن أنا أوصل الناس من جسمي مش قادر توصل له، يكون الطريق دوت مبسط ليهم وسهل وبشكل علمي. ودي كانت بدايتي كمدرب كابتن تامر. دلوقتي ده بقالي بالظبط في 12 سنة، بدأت عندي طبعا 16 سنة، دلوقتي أنا عندي 29 سنة. أكيد واجهتك مشاكل كتير قوي صح؟ اه طبعا. كلمنا عنها. مشاكل اولا كانت ممكن اول حاجه مشاكل من الاهل، ان معظم يعني عيلتي كلهم في دكاتره وفي ناس عندهم تخصصات عاليه، فبالتالي كان الناس شايفه موضوع المدرب ده مش مهنه كويسه او مهنه أي ضعيفه. انت عارف مجتمعنا المصري الناس كلها بتبص الموضوع، انت مش دكتور، انت مش مهندس، انت مش ضابط. فكانت المشكله الاولانيه ان ما كانش في تشجيع ان انا اوصل للوظيفه ديت او ان انا اخش في الطريق دي في الطريق ده. ولكن انا خدت قرار مع نفسي ان انا مش عايز اي مساعده من حد من لأنك اهلي. حابب ده. اه وبدات مع نفسي، وكان في شويه صعوبات، ان انا كنت انا متكفل بكل حاجه من الدراسه بتاعتها، من اكلي قدر الاستطاعه، والحمد لله قدرت ان انا اوري اهلي ان الوظيفه دي تقدر تخلي الانسان يعيش حياه كريمه، حياه محترمه زيها زي اي وظيفه محترمه، أكيد طبعا دخلها زي اي دخل اي وظيفه محترمه. لكن انك تصدق انك تقدر توصل في المجال دوت، وانك تكون مختلف عن المدربين الباقيين، تقدر تميز نفسك في شغلك. مش موضوع المدربين كلهم اسمهم مدربين، ولكن ايه الفرق بين مدرب ومدرب؟ هو ده اللي بيميز الشخص في انا المدرب في سمعت وظيفته. كمان ان كل مدرب عنده ان كل متدرب عنده مدرب وكل مدرب عنده متدرب. مدرب ايوه، كل مدرب عنده كل مدرب. متدرب عنده مدرب، وكل مدرب عنده مدرب. اه بالظبط دي حقيقه، لان انا معظم فتحت الانستجرام او السوشيال ميديا بتاعتي هتلاقي ان في تقريبا 85 ل 90% من اللاعبين بتوعي اساسا مدربين، مدربين اه مشهورين جدا في المجال دوت، وبحترمهم جدا وبالعكس بتعلم منهم، ولكن هم اختاروني ان انا اكون مدربهم في اللعبه ديت. ودي طبعا لميزه معينه عندي الحمد لله، انا اقدر ان انا قدرت ان انا اوصل ان معظم اللاعبين يكونوا مدربين او دكاتره او ناس اخصائيين في التغذيه، فده شرف ليا ان انا مدرب ونجاح كبير الحمد كمان. لله. الحمد لله رب العالمين. ازاي بتقدر تلتزم بالتمرين والدايت لاطول فتره ممكنه حتى لو حسيت انك فاقد الشغف وكده؟ والله بالنسبه لي انا مش لاعب شاطر، يعني انا عشت حياتي كلاعب ودخلت بطولات، ولكن انا عايز افصل موضوع البطولات عن التدريب اللي هو اللايف ستايل او كصحه عامه. الموضوع كله انت اذا انت حابب تشوف تحاليل الدم بتاعتك كويسه، اذا أيوة. حابب تشوف صحتك كويسه، اذا حابب تشوف جسمك كويس، اذا حابب انك تشوف يوميا عربيتك نظيفه. ما حدش بيحب يركب عربيه مش نظيفه او حتى أكيد. تلبس لبس نظيف. فانت نفس الشيء، افتح اقلع قدام المرايه وبص لنفسك، هل انت حابب يكون عندك الكرش ده، او انت حابب يكون مثلا جسمك مش حلو؟ فهو ده الشغف، ان انت بتكون حابب نفسك.